كلن عم يطلبوا مني يكون قوية وإني أقدر أصبر على الوجع، بس ما حدا عم يدلني كيف. ومرت عمي متضايقة مني، ما بعرف ليش هي مزعوجة كل هالقد. يمكن لأني صرت أرملة وحامل وما في حدا يساعدني، ولا في حدا أبكي على كتفه وأشكي له همي. أنا هون. شو قصدك؟ بقصد بكلامي إنك إذا احتجتي أي شيء ولو شو ما كان فيك تطلبيه مني. لا، ما بدي شيء منك. استني، ليكي تارا، أنا عم أحكي لمصلحتك. ما في حدا بهذا البيت بحبك تركني. ولا سائل عنك، فليش ما بكون رفيقك؟ انت شو عم تعمل هون؟ ليليا، شو كان بده منك كاشي؟ ما بده شيء.